طاجين الطحينه مع بعض. المقادير على الشاشه شفناها، نشتغل يا مخرجنا يا جميل. هناخد معلقتين زيت من زيت تحمير السمك. تسلم ايدك يا عم الشيف. وعندنا المقادير دي على الشاشه، بص عليها كده بالله عليك. خضره من خير ارضنا، بصل، فلفل الوان، شبت، كزبره، بقدونس، ثوم، بصل اخضر، شويه حب. ايه اللي بتعمله ده يا عم الشيف؟ خليك معايا للاخر. هناخد كل ده مع بعضه في قلب الطاسه دي. الله عليك الله عليك وعلى والديك. شيل كل ده من هنا. يلا بينا تقليبه. نعم يا غالي، الله انت ابن حلال. بيقول لي ليه حطيت معلقه دقيق وغبرت الخضار بالدقيق؟ انا اعرف تغبر السمك الجمبري، دي مدرستك. معلقه الدقيق مع الفلفله مع الالوان مع الخضره بتديله شخصيه. معانا شويه شوربه ونسيب دول على النار ونغطي الحله دي بالحلويات بتاعتها. حلو الكلام. ننزل بالطحينه يا ويلي. ونقلبه ونبتدي نقلب فيه لغايه لما تديني القوام. بس خلاص، وانا خلصت انا سايبها للاخر علشان نبقوا ايه مع بعض حلوين كده شربات. خلي بالك هي مش هتديك القوام ولا السمكه اللي انت عايزاها. بدات اهي. الله انت مرزه يا عم الشيف، لما بتشتغل بنيه صافيه ربنا بيكرمك. بص حكايه. شفت ايه ده؟ ايه الحلاوه؟ شفت الطحينه؟ اهي الطحينه يا اخوانا عدوتها الميه المغليه. وبعدين في التفاصيل هنا، الشوربه عندي شوربه سمك، فالطحينه فسفور لوحدها اهو. الحلة استفدت بيها بحاجات. شفت بقى؟ شفت التفاصيل. باخد معلقة فلفلة حلوة. نعم يا فندم. معلقة فلفلة. يلا هنغرف الطبق ده كده عشان وقتنا خلص. يلا نحطه هنا. اللهم صل على النبي. يلا بينا. ايه التفاصيل الحلوة دي؟ نحطه هنا. الله الله. خضار، طحينة، زيت سمسم، يعني جمبري، يعني اوميجا 3 اهو في قلب الطاجن ده. يعني الطاجين ده فوسفوري كمان.